بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو جديد من الكورس داتا اناليسيس، مكملين مع بعض في مكتبة مات بروتليب. طيب احنا في الفيديو اللي فات خلصنا البلوت او الشكل اللي هو البلوت. في الفيديو ده هناخد شكل اسمه سكاتر. البلوت كانت عبارة عن خط متصل مع بعضه كده، انما السكاتر هي عبارة عن نقط يعني، او نقط ممكن تعملها على شكل اشكال عاديه. الفرق بينه وبين البلوت ان البلوت كان بيعدي على النقط اللي انت حاططها له، يعني مثلا على محور اكس نقطه 100 وعلى محور واي النقطه 1000، فكان بيعمل خط كده ويعدي. انما السكاتر لا، السكاتر بيعمل في النقطه ديت على او على المكان دوت اللي هو المحور اكس 100 ومحور الواي 1000، بيجي في المكان دوت ويقوم عامل نقطة أو عامل مثلث أو عامل إكس أو أيا كان يعني الشكل اللي احنا هنختاره. تمام، تعالوا نشوفه بعد كده نشوف شكله، بعد كده نشوف أو نكمل يعني شرح فيه في الدالة بتاعته. تمام، أدي هو دوت شكل السكاتر، نقط كده. تمام، نقطة على الأماكن اللي على النقاط اللي أنا محددها له. يعني أنا هنا قلت له عند المحور إكس من نقطة بمية، أول نقطة تساوي عند محور إكس 100 وعند محور واي 1000، فعمل المكان هنا. وبعد كده النقطة اللي عند الإكس بتاعها ب200 واللي الواي بتاعتها ب2000، فجابها لي هنا وهنا وعمل لي نقطة، وهكذا. الفرق بينها وبين البلوت إن البلوت كانت خط متوصل ببعضه كده، انما هنا لا، هنا نقط كده بس. تمام، عشان اعملها ملحوظه بس، انا هنا مستخدم الستايل بتاعي اللي هو السي بورد، انا بحب الستايل دوت. تمام، طبعا انت براحتك عايز تستخدمه، عايز تستخدم ستايل تاني، عايز تسيب الديفولت، براحتك يعني. ودي الداتا اللي اشتغلنا عليها المره اللي فاتت. تمام، طب عشان اعمل شكل السكاتر بقول له بي ال تي دوت سكاتر. تمام، بعد كده بفتح قوسين. تمام، واول حاجه بدخلها له بدخل له الاكس وبدخل له الواي او الارقام اللي هتبقى النقط بتاعتي في محور اكس والنقط بتاعتي في محور واي، اكس وواي زي البلوت بالظبط. هما كلهم كل الاشكال عندي بتاخد في الاول اكس وواي. تمام، اول حاجتين بياخدوها هما الاكس والواي، فانا دخلت له اهو الاكس بتاعتي هي الاريا والواي بتاعتي هي البرايس. تمام، بعد كده عندي حاجة اسمها الماركر. الماركر هنا هي المقصود بيها شكل النقطة، شكل أو العلامة اللي هيحطها، عند النقطة. تمام، أنا هنا كتبت له أو يعني هيعمل لي شكل دايرة كده زي دي. تمام، أنا عندي أشكال تانية غير ديت، عندي أشكال مثلا ممكن أكتب له مثلا إكس. إكس يعني هيجي عند النقطة مكان النقطة بتاعتي، وبدل ما كان هيعملها لي دايرة، لا ده هيحط لي حرف اكس، هيعملها لي اكس. تمام، ادي هو عمل لي اكس اهي. تمام، بدل ما كانت الدايرة لا بقت شكل اكس. ممكن كمان اكتبها اكس كابيتال، اكس كابيتال هتبقى يعني شكلها اتخن شوية من الاكس ديت. تمام، هتحسوا ان هي دي اتخن شويه من الاكس، من الاكس اللي فات، من اكس السمول. تمام، في عندي اشكال تانية او عندي اشكال كتير، كل اللي تحت دي هنا، كل اللي هنا دي اشكال. عندي شكل مثلا، شفنا الاكس وشفنا الاو، في شكل الدوت او النقطه. النقطه ديت هي برضو دايره، ولكن دايره صغيره قوي، تبقى نقطه كده. تمام، اهي تبقى نقطه بسيطه خالص. تمام، في برضو عندي علامة الكوما دي كده، دي تقريبا بيبقى مربع، بيبقى مربع ايه. تمام، سكوير. عندي شكل تاني، عندي علامة الزائد، ممكن اعمل علامة زائد. تمام، حط لي علامة زائد هنا. طبعا الحجم ده دلوقتي انا هوريكم ازاي تتحكموا فيه، حجم العلامة نفسها. تمام، في ممكن احطها على شكل مثلث.
عندي حرف ال V، لو انا حطيت له حرف ال V دي معناها ان هو يعملها لي مثلث، راس المثلث تكون باصه لتحت. ادي مثلث اهو، راس المثلث باصه لتحت. في علامة لو انا عايز اعمل المثلث دوت راسه تبقى باصه لفوق، راسه لفوق، اعمل له علامة الباور اللي هي العلامة دي، علامة الباور دي. تمام، هعمل مثلث راسه باصه لفوق اهو. لو عايز برضو عايز مثلث راسه باصه يمين او شمال، بعمل له علامة اللي هي التاج ديت، اللي هي دي كده، كده راسه هتبقى باصه ناحية الشمال، وهنا علامة التاج دي هتبقى راسه باصه كأنها ناحية اليمين. عندي كمان الاس، الاس برضو هي السكوير برضو، يعني المربع، هتعمل لي مربع برضو. تمام، تعمل لي برضو مربع. عندي بقى كده حاجة اللي هي الدي، حرف الدي هنا بيعمل لي شكل اللي هو الشكل الرباعي اللي اسمه المعين، اللي هو مدي على مربع كده بس مقلوب شوية، أو الشكل المعين دوت. تمام، احنا ممكن نشتغل عليه، مفيش مشكلة، نكمل عليه بقية الشرح. يبقى احنا كده خدنا، عرفنا الاكس والواي دي في كله دايما، وبعد كده شفنا ان انا ازاي اتحكم في شكل الماركر بتاعي او في شكل العلامة بتاعتي. عندي بعد كده السي، السي هنا هي المقصود بيها الكالر. انا ممكن اكتبها سي كده، ممكن اكتب له كالر عادي، هتتعمل برضو. طب الاول نشوف سي بقى كده، غير نخليها كالر. قلت له سي بتساوي ريد، يعني اللون بتاعي احمر اهو. هنبص نلاقي اللون بتاعنا احمر، بتاع العلامة، اللون بتاع العلامة هو لونه احمر. تمام، لو انا جيت كتبت له هنا كالر، نعمل سيف ونعمل ران، هتلاقيه برضو خلي لي اللون احمر. يبقى انا ممكن اكتبها سي، او ممكن اكتبها كلمة كالر عادي. تمام، زي البلوت. تمام، عندي بعد كده حاجة اسمها اس، الاس هي المقصود بيها السايز، حجم الماركر بتاعك قد ايه. تمام، بس ما ينفعش اكتب سايز، يعني هي اس بس، ما ينفعش اس او سايز، لا، مش زي الكالر كده ممكن تكتبها كالر او ممكن تكتبها سي بس، لا، الاس اللي هي المقصود بيها السايز بتكتبها اس، ما ينفعش تكتب كلمة سايز. فانا هنا كتبت له اس 50، يعني حجم الماركر 50. ممكن اكبره مثلا، اخليه كبير، اقول له عايز 150. تعالوا نعمل رن نشوف شكله، نبص ان هو هنلاقي شكله بقى اكبر. تمام، تعالوا نجرب شكل تاني هنا، مثلا الاو بتاعنا، وبلاش الاو، خليها الاكس، انا بحب اعمل الاكس كابيتال. تمام، هنلاحظ ايه، هنلاقي شكلها تخين، شكلها كبر. تمام، حجمها بقى اكبر. تمام، بس كده، هي ديت السكاتر، او اشكال السكاتر. الفرق ما بين السكاتر وبين البلوت، ان البلوت كان بيعمل لي مكان النقط ديت، كان بيعملها خط كده متصل كله ببعض، كل النقط متصلة ببعضها. انما السكاتر لا، هي بيجي لي على كل نقطة ويعمل لي عليها دايرة او مربع او خط او اكس او ايا كان يعني. تمام، بيعملهم لي علامات غير مربوطين ببعض او غير متصلين ببعض. تعالى اديكم مثال تاني كده، او شكل تاني يعني. بدل ما البيانات دي مرتبه، لا، انا هعمل ارقام عشوائيه كسور، اللي هي الراند. تمام، بالان بي لمكتبه النمباي. حاجه اقول له اكس يساوي ان بي دوت راند دوت راند. انا عايز مثلا اخلي يعمل لي 20 رقم عشوائي. طبعا عارفين الراند بتطلع لي ارقام عشوائيه ما بين الصفر وما بين الواحد، فقلت له طلع لي 20 رقم عشوائي ما بين الصفر وما بين الواحد، ودول هيخزنوا في هيئه في فاريبل اسمه اكس، وفاريبل تاني اكس اسمه واي، برضه نفس ال 20 رقم عشوائي برضه. تمام، هاجي هنا اقول له هنا اكس وهنا واي. تعال نشوف شكلها هتبقى عامل ازاي. طبعا ارقام عشوائيه، ما اعرفش الشكل هيطلع عامل ازاي. اهي بقت نقط كده متباعده عن بعضها، كل ما حاجه اعمل ران هيطلع لي النقط ديت في مكان مختلف. في مكان مختلف عن الشكل اللي فات.
تمام. طيب في ملحوظة بس عايز أعرفها لكم، أنا قلت لكم إن إحنا ينفع نختصر عادي الأسامي يعني الألوان، صح؟ صح. طيب عشان في عشان يعني لو حد يعني جات في باله، أنا قلت تكتب أول حرف من اللون بتاعك هيتنفذ عادي، تمام. طيب لو في عندي مثلا حرف أو اسمين مثلا للونين، اللونين دول بيبدأوا بنفس الحرف، يعني مثلا اللون الأزرق بلو بيبدأ بحرف البي، واللون الأسود بلاك برضو بيبدأ بحرف البي. طب أنا لما كتبت حرف البي هنا عملها لي بلو في المثال، يعني في الفيديوهات اللي قبل كده كتبت له بلو. طب أنا لو عايز أختصر كلمة بلاك مثلا وأخليه يعملها لي بس بلون أسود، هتكتب له بقى آخر حرف، مش هتكتب له أول حرف، هتكتب له كي. كي هي اختصار لي بلاك، تمام. اهي بلاك. لو كتبت له بي هتبقى لونها ازرق. تمام. بس كده، شكرا لكم شباب، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد.